يتحرش فيك سكتين تصيحين لا يا عيوني صارخي بدر خلف يتحول إلى رجل مجدداً بعدما خانه زوجه. شكله تغير بالكامل، لن تصدقوا كيف أصبح. لا يزال اسم مشهور مواقع التواصل الاجتماعي بدر خلف حديث الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً بعد انتشار خبر عن توبته وقراره بتحوله إلى رجل. تحرش فيك صارخي سوي هالليلة جميع عليه الناس، خليه يتأدب خليه ينضرب. سلامتكم. وفي التفاصيل أعلن خبير التجميل الإماراتي بدر خلف طلاقه من زوجه وقرر أن يستعيد رجولته وقص شعره وأعاد شاربيه وظهر من دون مكياج في أول إطلالة له كرجل وعلق على الصورة استرجلت ما في مبروك. وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذا الحدث وعبر البعض عن استغرابهم من هذه الإطلالة الجديدة لبدر خلف، مشيرين إلى أنه تغير كثيراً جداً بعد أن قام بهذه التعديلات الخارجية على شكله، فيما اعتبر البعض الآخر أن هذا المنشور ليس إلا كذبة منه وأنه سيعود قريباً إلى حركاته الأنثوية على السوشيال ميديا. يذكر أنه منذ فترة ثار مشهور مواقع التواصل الاجتماعي بدر خلف جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد طرحه أغنيته الجديدة، حيث طرح بدر خلف أغنيته الأولى التي تحمل اسم وين فلوسك ليتلقى العديد من التعليقات التي سخرت من صوته. كما نشر المشهور الإماراتي تغريدة عبر تويتر معلقاً جديدي وين فلوسك. كما دخل بدر خلف في نوبة بكاء منذ فترة بعدما تعرض زوجه لحادث نقل على إثره إلى المستشفى، مما أدى لتعرض بدر خلف لصدمة كبيرة نتيجة هذا الحادث. وشارك بدر المتابعين مقطع فيديو له وهو في المستشفى يبكي على زوجه وواصل تصوير نفسه حتى فقد وعيه وسقط أرضاً. نمتي مع ريال مو زوجك وتقولين هل رح يتزوجني ولا لا؟ كما أثار مشهور مواقع التواصل الاجتماعي السعودي جدلاً كبيراً بين المتابعين بعد ظهوره الأخير الذي لفت أنظار الكثيرين، خصوصاً بعد انهياره بالبكاء بسبب تعليق من أحد المتابعين الذي سخر من مظهره موجهاً له نصيحة بتجميل نفسه قبل عودة سعد العتيبي الذي ادعى المشهور الإماراتي الزواج منه، حيث قال شنبك صار واضح شيله قبل ما يرجع سعد. روح لي ثاني تمرين، ثاني تمرين كثير سهل وحلو، تمرين الكلبة. تقول ما أدري شو يعني تمرين الكلبة، أوريكم.